إبراهيم الحريري مراسل أورينت نيوز ينضم إلينا من إسطنبول مباشرة. أهلا بك إبراهيم. ما هو معروف في الفترة الأخيرة بأن عناصر وقادة المصالحات مستهدفون من قبل ميليشيات النظام يعني بصفة مباشرة وأصبحت علنية، فما قصة المجهولين الآن؟ نعم، يعني حقيقة العناصر مستهدفين بالاعتقال، بينما نرى أن المستهدفين بالقتل هم قادة فصائل المصالحات في المنطقة. بعد مقتل أبو النور في المنطقة الغربية في مدينة طفس تحديدا، نلاحظ أن في ذات البلدة يتم وفي ذات المنطقة يعني في داعلة القريبة من بلدة طفس يتم استهداف كل من فادي السارة ومزيد الجاموس في بلدة داعل. أيضا تم استهداف شخص آخر في بلدة طفس وهو يوسف العدوي وهو المتواجد في بلدة طفس. هنا يعني نرى أن ميليشيا أسد طافية تطلق ذراع فصائل قادة فصائل المصالحات أو بعض قادة فصائل المصالحات ليتقاتلوا فيما بينهم ويصفوا حسابات قديمة أو ربما بتحريض جديد من قبل ميليشيا أسد الطائفية. هي تريد فقط التخلص من كل من له ربما ثقل نسبي معين على بعض عناصر فصائل المصالحات، وبالتالي تتعامل مع جهة واحدة وربما بعدها ربما تتخلص من هذه الجهة لتسيطر بشكل كامل على هذه المنطقة. شاهدنا عمليات اغتيال متكررة في محافظة درعا. نلاحظ أن يعني عمليات الاغتيال تنقسم في محافظة درعا، وعمليات التي تنسب ضد مجهول في محافظة درعا تنقسم إلى عدة أقسام. معظم هذه العمليات حقيقة هي تصب في صالح ميليشيا أسد الطافية، بينما بعض العمليات نلاحظ أنها تصب في صالح مدنيين من خلال اغتيالات شخصيات تتبع لحزب الله وإيران وشخصيات تتبع لميليشيا أسد الطافية وهي متواجدة في ذات المنطقة التي تواجدت فيها هذه الشخصيات. يعني عمليات الاغتيال التي شهدناها مؤخرا في طفس وداعل هي عمليات صعبة نسبيا، عندما نتكلم عن محاولات اغتيال داخل منازل وعلى الطرقات الفرعية هذه العمليات هي صعبة، بينما نستطيع أن نقول أن عمليات اغتيال شخصيات تتبع لميليشيا أسد الطافية هي عمليات أسهل. وهنا السؤال، لماذا يتم استهداف شخصيات من قادة فصائل المصالحات من محافظة درعا ولا يتم استهداف شخصيات بارزة من ميليشيا أسد الطافية ومن حزب الله ومن إيران متواجدين في ذات المنطقة وهم بمتناول اليد؟ إذن يعني على هذا الأساس ناشطو محافظة درعا يؤكدون أن كل من يقف خلف هذه عمليات الاغتيال هذه هي ميليشيا أسد الطائفية. هاجر، يعني الهدف من وراء ذلك هو تصفية عناصر وقادة المصالحات يعني على مراحل، هل هذا هو الوضع إبراهيم؟ نعم، يعني عناصر فصائل المصالحات يعني لحد هذه اللحظه وضعهم غير واضح، يعني هم يحاولون ان يعتقلون عناصر فصائل المصالحات، زجوا الكثير منهم في السجون والكثير منهم تم اقتياده مجبرا الى صفوف ميليشيا أسد الطائفية، والكثير منهم اجبروا هؤلاء القاده على الانضمام الى ميليشيا أسد الطائفية او الى الفيلق الخامس، بينما نلاحظ ان عدد كبير من عناصر فصائل المصالحات لم ينضم إلى حد هذه اللحظة وبات فقد الثقة بشكل مطلق. عندما نتكلم عن المنطقة الغربية هنا، يعني ميليشيا أسد الطافية في الفترة الأخيرة هاجر ركزت من عملياتها على المنطقة الغربية. لماذا التركيز على المنطقة الغربية؟ المنطقة الشرقية تعتبر أنها سيطرت عليها من خلال تواجد الاحتلال الروسي أو هي تحت الوصاية الروسية بشكل كبير نسبيا في المنطقة، وهناك أيضا أذرع لميليشيا إيران وحزب الله في المنطقة الشرقية. بالنسبة لدرعا المدينة أو درعا البلد تحديدا هي منطقة صعبة الاختراق بالنسبة لميليشيا أسد الطائفية، حاولت اختراقها من عدة جهات ومن خلال كثير من المحاولات لكن كان ذلك صعبا عليها. أما الآن تتلاعب بالمنطقة الغربية هي التي يعني فيها خزان بشري أكثر، فيها عناصر فصائل مصالحات أكثر، وأيضا نظرا لقربها من حدود الجولان المحتل، وبالتالي هي تريد دخول هذه المنطقة بشكل أو بآخر دون وجود مضايقات لاعتبارات تخص المنطقة والتحكم بها بشكل مطلق، حتى دون وجود اعتراض من قبل المدنيين. مؤخرا شهدنا هاجر اعتراضات من قبل المدنيين وليس من قبل قادة فصائل المصالحات على دخول ميليشيا تتبع لحزب الله وإيران إلى قرى مجاورة لحدود الجولان المحتل، وبالتالي ميليشيا أسد الطافية تريد أن تخلق هذه البلبلة وتتخلص من قادة فصائل المصالحات لتتم السيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل. شكرا لك إبراهيم الحريري مراسل أورينت نيوز من إسطنبول، كنت معنا مباشرة.